بونجور طنط. اهلين حبيبي. الحساب شو رايكم نطلع برات هالبلد؟ ما شاء الله عليك شو قلنا فهيم، لكان شو بدنا نعمل؟ بس انا ما في اتاخر اكثر من الوحده. يا لطيف، بس للوحده يا غنوه؟ ليه مو عاجبك للوحده يا سيد ميشو؟ يا شباب لازم نلاقي حل لهي الشنطه قبل نص الليل. يلا هات لنشوف شي حل يا مفكر الصايعين كلهم. بنستاجر شقه مفروشه. هذا الحكي الصح وهذا الحكي الصح. مالي سامع. هذا الحكي الصح. يعني بدنا مبلغ محترم مشان ايجار الشقه واجار السياره، هذا غير باقي المصاريف. صح، هي هي المشكله. اترك الموضوع لي، انا رح ساهم بمبلغ كتير منيح. عن جد فوفو الكفو؟ يعني احنا انبسط بعد هالعمر؟ شو بدنا نعمل اذا اخوك ما اعطاك المصاري؟ احنا وعدنا الدلال رح ندفع اجرة الشقة ونستلمها. انا معي 8000. شو بيشو؟ كيف؟ ليه؟ شو معك مصاري؟ انا حاليا ما معي غير 50 ليرة. شو هالحكي؟ ما معك غير 50 ليرة اجرة الشقة واجرة السيارة وبتقلي ما معك غير 50 ليرة. ما في مشكلة، هلا بحكي مع غنوة شوف اذا بدها يني مصاري. لا، غنوة منين تجيب مصاري يا فهمان؟ شباب اسمعوا خلص، كل واحد يدبر 10000 ليرة وأنا رح أتخورف بالباقي، أوكي؟ أنا كفو. وأنا كفو. أنا كفو. شو؟ وبعدين؟ من وين بدنا نجيب مصاري؟ شو بيشو؟ مالك ناوي تساهم بهاد كم ليرة؟ آسف. شلون يعني آسف؟ يعني بدك تضل عم تتسلبط علينا؟ لا، أنا ما بتسلبط على حدا. شلون يعني؟ فسر لي إياها. بصراحة؟ أنا قررت الانسحاب. شو عم تقول؟ بابا بده ياني سافر برات البلد. شو حاطط حلا بإذنك؟ ايه وحذافه كمان، رح احط وشم على كتفي وكمان على ظهري. يا سيدي الحلا عجبني، كفو بكره انا وياك ننزل على السوق مشان احط واحد انا الثاني. بس الوشم حسيت يعني انه ما له طعمه. ما له طعمه؟ شلون ما له طعمه؟ الوشم حبيبي حلو، اثنين فيه تعبير عن حرية الانسان. ها شلون هي؟ جسمك ملكك صح؟ لا هلا بلا مسخرة، جسم الانسان ملكه، هو حر بجسمه، بتحط حلا بتحط وشم انت حر. هذا صح، بس الوشم يعني ما اقتنعت فيه. بكره بتقتنع. يمكن. المهم هلا لازم انا اروح على البيت لانه في وضع عائلي معقد لازم اكون مع الاهل. ايه، وشو ناوي مشان بكره؟ ما بعرف، بس لازم نعمل لنا هيك شي سهرة، هيك يعني على كيفك مرتبة. اوكي.